ازيكم عاملين ايه يا رب؟ كنوا بخير. برج الدلو هنتكلم النهارده على ما ينتظره اصحاب برج الدلو خلال شهر اكتوبر لعام 2022. مبدئيا برج الدلو اصلا من الناس المحظوظه جدا خلال شهر اكتوبر، لان هيكون عندنا العديد من الايجابيات والعديد من الامور الجيده، انتصارات عديده، في كتير لطف في التعامل مع الاخرين. بالنسبه لنا عندنا ده بيزايد عليك فكره الامور اللي انت منتظرها، لان عندك طاقات سعي اكتر، عندك ان انت بتتحرك اكتر، بتحاول ان انت تتقدم في العديد من الامور اكتر. فاذا اول حاجه بالنسبه لك اكتر شيء انت بتعمله واكتر شيء انت منتظره، اللي هو انا بخرج من طاقة الكسل، بخرج منها بشكل عامل ازاي؟ ده اللي انت منتظره قوي. يعني بتخرج من طاقة الكسل، عارف فكرة اللي هو لسه بتدور العربية وبتطلع، ولا ماشي على طريق سريع، ولا الدنيا بالنسبة لك ماشية ازاي؟ فانت منتظر كتير ان انت تخرج بره طاقة الكسل بصاروخ، مش بسواقة، بصاروخ. فانت بتدور كتير ان انت عايز تخرج بره طاقة الكسل، اي انطلق، بتدور على ده جدا، نفسك كتير انك تنطلق، لانك انت مستني الدفعه، مستني ان حد يديلك قوه، مستني الشيء اللي انت اللي يقويك، منتظر حاجه فيها دعم. فانت عايز تنطلق بشكل كتير قوي، بس الفكره كلها ان حد يزقك، حد يديلك الدفعه. فانت بتدور على ده جدا يا برج الدلو، منتظر ده جدا، منتظر دعم، منتظر ان انت تنطلق، منتظر تخرج بره طاقه الكسل بالشكل اللي يرضيك، مش بالشكل اللي هو بشكل تدريجي وهو تخط العتبه، لا مش عايز ده خالص. فده من اكتر النقاط اللي انت بتفكر فيها جدا. برج الدلو من اكتر الحاجات اللي انت برضو بتفكر فيها كتير ومنتظرها جدا جدا، وهي نقطه الاستعداد للفرصه. يعني انت على قد ما انت عندك طاقه انتظار ان انت تنطلق، تتجه لأهدافك وخطواتك، يعني إلى أن أنت منتظر الفرصة في إيه؟ الفرصة في أمور مهنية بالأخص. بالنسبة لك أول 10 أيام أنت منتظر فرصة مهنية جدا جدا، منتظر أنك أنت تلاقي حاجة في نقطة مهنية تساعدك. يوم 11 ليوم 29 بالنسبة لك هيكون عندك فكرة استغلال الفرص، او ان انت عايز تستغل الفرص، لان هيكون في العديد من الفرص اللي انت هتكون فكرة ان انا عايز استغل الفرصة دي قوي، عايز استغل الموضوع ده قوي، عايز انجح قوي، عايز ان انا احقق قوي. فيكون عندك ده جدا، فكرة استغلال الفرص. من اكتر الامور اللي انت برضو بتفكر فيها هي اولا الصحة النفسية ويليها الصحة الجسدية. يعني انت منتظر تحسن في الصحة النفسية ويلي الصحة الجسدية. الصحة النفسية اللي هي انت مهتم كتير بمظهرك ومهتم كتير بشكلك، اللي هي الداعمة للنفسية جدا جدا يا برج الدلو. فانت بتدور كتير على المظهر والشكل والستايل وي وي وي، اللي هو يبقى داعم جدا لنفسيتك، اللي هو يبقى داعم كتير لان انت تبقى حابب نفسك، تبقى حابب مظهرك وحابب تألقك جدا. فبرج الدلو بتدور كتير على ده. زائد كمان الوضع الصحة الجسدية، برضو عندك اهتمامات بالصحة الجسدية جدا جدا. على فكرة برج الدلو هيبقى عندك كتير الاهتمام بالرياضة، اهتمام بالحركة، اهتمام بشكل الجسد جدا، الجو ده. فده هيبقى بيظبط الوضع الصحي، الصحة الجسدية كمان. فبالنسبة لك هيكون عندك كتير من الاهتمام بالصحة الجسدية، يبقى فيه متابعة لدكتور، هيبقى فيه ان انت عندك مشكلة، لا بحاول كتير ان انا اصححها، فهيبقى في ده جدا، هيبقى فيه كتير ان انت عايز تهتم بصحتك الجسدية. فمن الاخر عايز يبقى بالك رايق من ناحية ان انا بقى راضي عن نفسي قوي وراضي عن صحتي جدا. انت منتظر ده جدا وبتتجه لده بالفعل. من اكتر النقاط اللي انت منتظرها مواليد. برج الدلو عايز ان يبقى فيه مواليد في حياته، او مهتم بشأن يخص الاولاد جدا جدا. فاذا انت عندك مواليد مهتم كتير بيهم، مهتم كتير بولادة حد، او في حد عندك هيبقى فيه مولود جديد بالنسبة لك. ممكن كمان يكون عندك حاجة ليها علاقة باولادك، يعني خبر يخص اولادك، فرحة ليها علاقة باولادك، انت منتظر تقدم ليه علاقة بالاولاد جدا. فاذا برج الدلو عندك النقطة دي عالية قوي. من اكتر الامور المتعلقة برضو بالاهل والاخوات، لان عندك في ترابط في كتير من العلاقات اللي هتكون يعني فيها قوة اكتر، فيها تقارب اكتر. فيكون عندك اللي هو انا عايز ان انا اقرب بصورة كتير قوية مع الناس اللي يحبوني من الاهل،
اما الناس اللي ما بيحبونيش من الاهل، لان عندك اشخاص من الاهل مش حابينك، اما الاشخاص اللي مش حابينك من الاهل لا، انا هنتصر واستقوى قدامهم واكون مستقوي بيه الناس الكويسين اللي هم من اطراف عائليه اللي انا بتكلم معاهم مثلا حلو، فاقرب منهم وده يضرب دماغه في الحيط. عندك عايز توصل للنقطه دي قوي، اللي هو انا ابقى كويس مع الكويس، لكن اللي مش كويس لما يشوفني ان انا كويس هيبقى متضايق. فانت برضو ده مشغول بالك بيه كتير. من اكتر الامور اللي ليها علاقه برضو بالانتظار عندك، واللي انت حاجه انت بتفكر فيها قوي، هي فكره ان انت تعوض نفسك، لان انت تعرضت لخساره كتير، اتعرضت ليه ان اشخاص تشوفك مش بالشكل اللي انت عايز انك تتشاف بيه، فانت بتدور كتير على ان انا لا انا هعوض نفسي، انا هوري الدنيا كلها انا مين. فانت بتدور كتير على ان انت تنجح، انك تتقدم، انك تخلص من مشاكل، تخلص من صعوبة، تخلص من تقل. فانت بالنسبة لك يا برج الدلو عندك ده جدا، اللي هو ان انت عايز تخرج من صعوبات، من ضغوط، فتقدر ان انت تبقى ماشي على صح، على خطوات صحيحة، على نجاح، على تقدم. فيبدأ يشوفك الناس ان انت بتحسن من نفسك، ان انت افضل، ان انت احسن. انت عايز توري ناس معينين او انك تشوف ناس معينين بيقولوا ان انت حياتك اتظبطت، اتعدلت، ان انت لا ده انت طلعت انت فاهم كل حاجة، ده احنا كنا معتقدين ان انت بتضيع نفسك. ايه ده تحول من ضياع لتقدم، ده مش عارفة ايه لايه، ده انتصر، ده حقق، ده انت عايز تعمل ده، انت عايز تخلي الناس تشوفك كده عشان يبقى عندك انتصار من حتة انك تشوف في اعين الاخرين حالة من الجزء، حالة من ان هو يبقى منبهر بيك، والجزء الاخر انك تشوف في عينه ان هو مكسور لنجاحك، ان انت اتقدمت، ان انت وصلت وحققت، ان انت حد حلو جداً. فانت بتدور على ده يا برج الدلو، ان انت تنتصر امام الناس لاجل اشخاص ينبهروا بيك، ولاجل الاخر والجزء الاخر ان الاشخاص بقى اللي لعبوا فيك وكانوا بيتكلموا عليك، وانك هتخسر وهتفشل وانك بتقع وانك انت مش شاطر وان 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 وان، لا انت عايز تخليهم ان هم يبقوا عاملين لك كده، عارفين اللي هو ايه ده الجو ده. فانت عايز توصل لده جدا، خاصة ان انت عارف ان انت عندك اعداء كتير، وعارف ان انت عندك اشخاص بيكيدوا لك قوي، فانت عايز ان انت تكون محصن نفسك ان هم ما يقدروش عليك، وفي نفس الوقت ان انت تكون اقوى منهم جدا، وان انت تقدر عليهم كتير، وانك تقدر تنتصر قدامهم اكتر. فده برضو من اللي في بالك كتير. برج الدلو انت بتدور على اي شيء ليه علاقة بانجاز. الشهر ده بالنسبة لك انت عايز تنجز، وعلى فكرة الحظ هيبقى حليفك قوي ان انت تخلص مشاوير، اجراءات، ان انت تنجز مهام، ان انت تحقق. بالنسبه لك اصلا الفتره دي رائعه قوي قوي، شهر اكتوبر اول 3 اسابيع بالاخص هيكونوا ليك رائعين جدا جدا، لان الاسبوع الاخير مش احسن حاجه، معاكس ليك جدا. فهيكون عندك حاجه متعلقه بقرارات خلال الاسبوع الاخير انت هتبقى منتظر فيها انك تتخذ القرار الصح، حاجة ليها علاقة ببيع وشراء، ليها علاقة بأسهم حاجة، ليها علاقة ببداية زواج، نهاية زواج، قرار مهم ببداية لخطوة كبيرة جدا. فأنت هتبقى منتظر فيها قرار، وهتبدأ إن أنت تستشير بعض الأشخاص في هذا القرار، وعايز توصل لإن أنا أخرج. برج الدلو عندك عامل انتقال أو خطوة انتقالية، فانت بتدور كتير على ان يبقى الخطوة الانتقالية دي تكون بالنسبة لك مهيئة جدا، تكون مظبوطة قوي، تكون ناجحة اكتر. فانت بتدور كتير على نجاح متعلق بعملية انتقالية، ممكن انتقال لمنزل اخر، انتقال لسفر، في عملية انتقالية، انتقال من مرحلة مثلا اللي هو خطوبة لزواج، الجو ده. لان في الشأن العاطفي اول 3 اسابيع عندنا في خطوات عاطفية وانتقالات عاطفية كتير مهمة. الاسبوع الاخير هيبقى اكتر حاجة موجودة عندك او همك اكتر اني انا اقدر على العلاقة العاطفية، وانها تكون علاقة صحية، علاقة سليمة، بعيدة عن المشاكل. فعايز تحافظ على ان علاقتك تكون بعيدة عن المشاكل والجدل والخلافات. ده كان اكتر النقاط اللي انت بتفكر فيها، اكتر الامور اللي انت منتظرها نوعا ما خلال الشهر ده.
توقعات الاسبوعيه، بتكلم كمان على حاجات كتير انت بتفكر فيها. الجو ده برضو بالنسبه لكم كتير بيكون لطيف. عامه انا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.